Dallas again right now. يا هلا بمتابعين HMW بودكاست، معكم شاعر أو عبد الله لتقديم الملخص الأسبوعي. فبسم الله نبدأ. من إيجابيات عرض رو إغلاق عداوة ماكنتاير وزيجلر بانتصار المدمر الأسكتلندي درو ماكنتاير، وحشية سيث رولنز على بابي لاشلي واليورش، تقديم فرصة للنجم أبولو كروز للمنافسة على لقب القارات. تمثلت إيجابيات عرض سماك داون في إعلان دخول النيو داي لمباراة الرويال رامبل، انتصار سامو جو بالإخضاع على جيف هاردي، هجوم ناكامورا العنيف على بطل الولايات روسف. وكان من سلبيات عرض رو المستوى الهزيل المستمر الذي يقدمه دين أمبروز في مبارياته. ومن سلبيات عرض سماك داون فوز اي جي ستايلز بمباراة المصنف الأول، عداوته مع براين مفروض انها انتهت. لقطة الأسبوع من عرض رو كانت انبراشة لايس على كوربن في منتصف العرض. لقطة الأسبوع من عرض سماك داون هي لقطة استعراض مز للزي الموحد اللي راح يلبسه مع شين ماكمان. أفضل برومو في عرض رو هذا الأسبوع هو برومو النجم سيث رولنز بجانب تريبل اتش وشين ماكمان. برومو الأسبوع في عرض سماك داون هو برومو جون سينا بجانب بيكي لينش. أفضل فريق هذا الأسبوع هو بكل تأكيد فريق النيو داي. نجم هذا الأسبوع هو النجم سيث فريكن رولنز. أفضل مباراة لهذا الأسبوع هي مباراة الحدث الرئيسي الخماسية لسماك داون لايف. من أبرز تعليقات المتابعين هذا الأسبوع تعليق أي لستر الذي يتوقع عودة سامي زين وكيفن أوينز وانتقامه من بابي لاشلي. تعليق الثاني من صادق البصراوي الذي يتوقع مواجهة بين دمز وشين ماكمان على الكأس في الرامبل أو الرسلمينيا. التعليق الثالث من نوح الذي يتوقع أن شين ماكمان ودمز يصيرون أبطال الفرق في سماك داون لايف.